متابعي قناة كل مكان وكل مكان. وعقب انتهاء الحفل الخاص بفوز النادي الاهلي ببطولة الدوري رقم 40، معايا في هذه اللحظات احد نجوم النادي الاهلي كريم نيدفيد. كريم، برحب بيك في البداية وببارك لك على الفوز بالبطولة دي. اكيد كانت بطولة مهمة، والوصول لرقم اهم هو رقم 40 في بطولات الدوري بالنسبة للنادي الاهلي. حابب تقول ايه النهاردة بعد الاحتفالية المهمة دي؟ اهلا وسهلا بيك يا امير. طبعا بنبارك لجمهور النادي الاهلي في الاول. طبعا كانت بطولة مهمة بالنسبة لنا ان احنا حققنا فيها ارقام قياسية كبيرة، بداية من اللي احنا وصلنا النجمة الرابعة والبطولة رقم 40. حققنا بطولة ارقام كتيرة في الموسم، اعلى نقط، اعلى اهداف، حققنا كذا حاجة مهمة بالنسبة لنا. قدينا احنا عايزينه الموسم كله الحمد لله. كنا نتمنى ان احنا نختمه كمان بفوز، بس ده حال الكورة، وبنحمد ربنا طبعا اللي احنا وصلنا له. عندنا هدف دلوقتي بطولة افريقيا. برضه النهارده احنا عايزين نحتفل ونفرح جمهورنا، وعايزين ونوعي جمهورنا ان شاء الله بكل البطولات الجايه ان شاء الله تبقى لينا باذن الله. مقبلين انتوا على تحديات مهمه جدا وابرزها بطوله افريقيا، وانا يعني مستشف من لاعبي النادي الاهلي ان هم مركزين في البطوله دي رغم البدايه اللي ممكن مش موفقه شويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لكن تحدي مهم اكيد بالنسبه لكم، بتفكروا فيه ازاي؟ طبعا ده البطوله اللي بتبقى مهمه بالنسبه لنا، بطوله الدوري حسمناها الحمد لله، ما عندناش حاجه دلوقتي غير بطوله افريقيا، حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. لازم طبعا احنا كلاعيبه النادي الاهلي ناخد بطوله باذن الله ان شاء الله. الفتره الجايه حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي واللي منتظر منكم ان شاء الله مزيد؟ عايزين بس الجمهور ان شاء الله يدعمنا الفتره الجايه ويبقى جنبنا باذن الله، واحنا زي ما احنا عودناهم ان شاء الله في الفتره الجايه يبقى في نجاحات كتيره النادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي على طول بيشتغل على نفس النقطه دي. نوعدهم ان شاء الله بالبطولات والمزيد من النجاحات ان شاء الله باذن الله. توفيق يا كريم. لسه مكملين.